زي ما ده اسمه كلام؟ هي البلد وصل حالها للدرجة دي؟ أنا ما بقتش عارف البلد دي راحت فين. ده لو ما كانش مسيحي زيي كنت أقول إنه بيضطهدني. أنا لا جاي ألعب ولا أهزر، وهفتح ملف اضطهاد الأقباط في مصر، لا هخاف من حد ولا هطبطب على حد. يا ساتر يا رب. ده أخطر موضوع ممكن يودي البلد دي. اصل احنا سمعنا ان ليكي صديقه نصرانيه وهذا لا يجوز. شفت البلد رايحه فين النهارده يا سمعان؟ زله اللسان بتودي اللومان على غير المسلمين. عدم التقدم للوظيفه منعا للاحراج. في اضطهاد في مصر فعلا. ابونا الياس اللي ماسك بيت النعمه في كنيسه الملاهي. اتريق اتريق يا اخويا حكيم، انا ناقصك. يعني كل من قال لا اله الا الله يعمل بقى اللي هو عايزه. ابعد انت عن الموضوع ده علشان انت مسيحي. ملهاش علاقه. روق يا